يستقبل الأهلي المتصدر ضيفه شباب الأردن عند السادسة مساء على ملعب البتراء في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم. الأهلي يسعى لاستعادة نغمة الفوز وتعزيز صدارته إلى جدول الترتيب، حيث يمتلك في رصيده حاليا 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد كان مع الفيصلي في الجولة الماضية. في المقابل يبحث شباب الأردن عن استعادة توازنه هذا الموسم بعد تلقيه لخسارتين في الجولات الأربعة الماضية، مما أدى لتراجعه للمركز الثامن برصيد 4 نقاط. والهدف الأول مع هذه الكرة وتسديدة والتصدي والتألق.